مشاهدينا بنجدد التحية ليكم من كوب 27 ومن مسرح الروماني، المسرح اللي بيضم منصة منتدى شباب العالم. كان لنا لقاء مع مهندس شفنا وحضرنا له محاضرة بيتكلم فيها عن ريادة الأعمال وعلاقتها بالطاقة المتجددة، المهندس أحمد حافظ أوسو، مهندس طاقة متجددة ورائد أعمال وعضو في البرنامج الرئاسي. برحب بيك يا باشمهندس أحمد. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك، طبعا شرف كبير لي ان اكون معاكم على منصة منتدى شباب العالم. كمان انت في المحاضرة كنت بتتكلم عن العدالة المناخية وعلاقتها بريادة الاعمال والطاقة المتجددة. ده حقيقي، يعني هي المحاضرة اكتر كنت حابب اخرج شوية برا السياق التقليدي للمحاضرات اللي بتتقال بشكل اكاديمي اكتر في الكوب، وحبيت ألقي الضوء أكتر عن آلية جديدة ممكن تطبق، ممكن تكون توصية من التوصيات اللي مصر تقدر تحطها في توصيات كوب 27 تتنفذ على مستوى العالم كله. بأن احنا من منصة منتدى شباب العالم، إن ليه ما نستخدمش ريادة الأعمال بشكل إن هي تساعد في تحقيق العدالة المناخية. إزاي؟ إزاي ممكن نعمل كده؟ إزاي؟ هي الفكرة كلها إن ريادة الأعمال عامة حاجة كل الناس اللي بتبقى شغالة في المجال ده بتبقى عارفة ان هو فيه مخاطرة عالية جدا، واظن ان مفيش مخاطرة اكتر من اللي احنا اللي البشر فيها دلوقتي تجاه التغيرات المناخية، وان ازاي في 5 مليون نازح مناخي في العالم، وكل الحاجات اللي بتحصل في العالم كل يوم بتثبت ان احنا يمكن خلاص فات وقت الكلام وان الاوان بقى ان احنا نعمل حاجة. نازح مناخي يعني ناس بتنتقل بعيشتها من مكان لمكان تاني بسبب التغيرات المناخية اللي اساءت للمنطقة اللي هم عايشين فيها. بالظبط بالظبط بالظبط. فهنعمل ايه كرواد اعمال؟ هي الفكرة في ريادة الأعمال إن هي بتكون خارجة من قلب المجتمعات ذات نفسها. يعني إحنا يمكن من 2018 وفي وعود إن الدول النامية هتبدأ أو الدول المتقدمة هتبدأ تدي تعويضات تقدر ب 100 مليار دولار كل سنة للدول النامية، بس للأسف لحد النهاردة بعد 4 سنين تقريبا ما مفيش ولا جنيه عمل إمباكت حقيقي على الأرض. فهي الفكرة اللي إحنا عمل تأثير حقيقي على الأرض. بالظبط بالظبط، عمل مفيش حاجة حصلت يعني. فالفكرة كلها وعود يعني. ريادة الأعمال دورها هنا هو تسريع عملية الديفيوجن، كأنها كده بتخلق شرايين جديدة للتمويل لأن هو يوصل لمستحقيه وفي المجتمعات الأكثر تضررا من التغير المناخي. إيه المسارات اللي أنت شايف إن هي هتكون صحيحة لو توجه ليها التمويل الخاص بالمناخ؟ بالنسبة لي 100% ريادة الأعمال. ليه؟ لأن ريادة الأعمال بتكون خارجة من رحم المجتمعات دي، بيبقى الرائد الأعمال اللي في مجتمع معين شاف مشكلة جوه مجتمعه وفكر في حلها وقال إن هو بس المشكلة اللي قدامه انا محتاج تمويل مثلا عشان اكبر شركتي اللي هي اوريدي بتساعد الناس المتضرره على الفيرست لاين، يعني هم دول اللي في المواجهه فعلا، هم دول اللي في الصف الاول. بالظبط الصف الاول في المواجهه للتغيرات المناخيه. فبالنسبه لي رياده الاعمال هي دي الفكره، ان احنا ازاي نقدر نسرع بقى العمليه البيروقراطيه على الحكومه العالميه عامه، جلوبال جوفرمنت. الناس ادت الوعود والناس بدات تالوكيت الفاندز اللي هو تخصص التمويل. دلوقتي احنا دور بقى ان احنا نبدا ننزل على الارض، فان احنا لو فضلنا ماشيين بالبطء ده في ناس كتير ممكن ما نقدرش نلحقهم. انت احنا دلوقتي كل ده بنتكلم على رياده الاعمال ان جنرال، قولي المشروعات اللي المفروض رواد الاعمال يبتدوا يبقوا عايزين هي دي المشروعات اللي يتم التمويل او ضخ التمويل من خلالها. احنا طبعا بالنسبه لنا دلوقتي في العالم احنا محتاجين احتياجات معينه، محتاجين نفضل ملتزمين بالباريس اجريمنت اللي هي اتفاقيه باريس، وان احنا نفضل مخلين درجه حراره الكوكب ما تعلاش عن 1.5 درجة مئويه، لان اكتر من كده هيكون العواقب كارثيه على كل البشر وممكن تهدد البقاء بتاع الجنس البشري وباقي الحياه عامه على الارض. مظبوط. فاللي بيحصل هنا ان احنا عايزين حاجات معينه زي تكنولوجيز مثلا كابتشر الكربون او اللي هو التخلص من ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئه عامه اللي في المناخ، ازاي نقدر مثلا نحمي التلوث والبايودايفرستي، نحمي المحيطات من التلوث، ازاي نقدر نستخدم الطاقه النظيفه والمتجدده بدل ما نعتمد بشكل كبير على المحطات الحراريه وما الى ذلك. يمكن ده اكتر تخصصي اللي احب اتكلم برضو فيه. كنت عايزه اسالك اصلا السؤال ده، ايه
أهم المشروعات اللي لفتت نظرك واللي انت يعني مركز فيها اهتمامك؟ يعني احنا عندنا في مصر دلوقتي احنا ماشيين ببيس عالي جدا. احنا اولا الاستراتيجية القومية ان احنا نوصل ان شاء الله في 2030 ان يبقى 42% من الكهرباء على الجريد جاي من مصادر النظيفة والمتجددة يعني الرياح والشمس. طبعا مصر ربنا ادها موقع ما فيش بعد كده ربنا يحرسها يعني. الحقيقي والله ان احنا عندنا في المنطقة بتاعت خليج السويس دي مناطق سرعات رياح عالية جدا. شفنا ان بيتعمل دايما شراكات دلوقتي مع القطاع الخاص ان احنا نعمل محطات توليد طاقة كهربائية من الرياح زي محطة جبل الزيت والاكستنشنز الأخيرة. وكمان عندنا محطة بنبان في أسوان وعندنا دلوقتي مد مشروع تقريبا مكلف أكثر من 300 مليار جنيه بيمد شبكة الكهرباء القومية لحد شرق العوينات عشان دي تعتبر المنطقة الأكثر سطوعا للشمس في مصر أكثر كمان من بنبان. وده هيخلي فيه جذب الاستثمارات تاني لأن دي منطقة إحنا كدولة عملنا اللي علينا ومهدنا البنية التحتية إن هي تستقبل المشروع. فدلوقتي انا الاوان بقى ان الناس تيجي تتكاتف وتقول والله احنا فعلا هنبدا نزود الحصه دي على ارض الواقع. الحاجه الثانيه كمان ان الدوله او السياسات بقت وعي اكتر لان السولوشنز الرينيوبل او الحلول اللي هي بتبقى المتجدده بتاعه الطاقه المتجدده ما بتبقاش زي ما الناس ممكن تكون متخيله ان هو بس انا هجيب سولار بانل او لوح شمسي فوق سطح بيتي وابقى انا كده تمام بستخدم الطاقه الشمسيه. بالظبط هي الفكره كلها ان على السكيل الكبير الشمس بتيجي وتروح وممكن تعدي سحابه تقطع الشمس مش زي الديزل يعني ان انا اون واوف سويتش كده. امال ازاي الناس تقدر تستخدم الطاقه المتجدده الفكرة بشكل شخصي؟ الفكره ان احنا نقدر نستخدمها بس لازم برضو يكون في رؤيه كبيره من الحكومه وده حقيقي بيحصل. يعني احنا عندنا بالانسنج ستيشنز دلوقتي اللي هو محطات لتوازن التيار على الشبكه الكهربائيه. بشكل مبسط احنا دلوقتي محتاجين نخلي عندنا تحكم شويه في الطاقه اللي جايه من المصادر المتجدده دي. فعملنا مثلا محطه جبل عتاقه في السويس دي عباره عن بس ان احنا بنستخدم الطاقه المتجدده في رفع ميه اعلى الجبل وبعد كده نستخدمها كانها السد العالي كده كانها بنعمل سد عالي بس بشكل ارتفيشال. بس في الجزئيه دي باشمهندس احمد طب المستشفيات والمصانع اللي ابتدت تستخدم الطاقه المتجدده يعني انت قلت ان احيانا ممكن تيجي سحابه تقطع الكهرباء ده بيتصرفوا ازاي ودول اخذوا شهادات الاعتماد أكيد. ان هم مستشفيات او مصانع خضراء. هي الفكره كلها ان برضو على قد ما زي ما كنت بشرح لحضرتك على قد ما في مشكله بس برضو في حل. هو الموضوع كله ان احنا يكون عندنا النيه والقدر والويلنس يعني الاراده النيه والاستعداد والاراده ان احنا عايزين نعمل حاجه فعلا فنقدر نحط والله نقول ان كل حاجه ليها البدائل بتاعتها كل ما فيش اكشن ينفع 100% اللي هو ده الصح 100% لا في حاجه وبعد كده احنا بندور حواليها نقول والله احنا الاضرار بتاعتها دي نقدر نتغلب عليها مثلا بأنظمة تخزين زي البطاريات او ممكن نعمل بقى سيستم انتجريتد ما بين الرياح وما بين الشمس بحيث ان لما الشمس تكون مش موجوده هيكون في رياح قويه فنقدر نستخدم التربينز البديل. بالظبط فده بشكل عام الرؤيه للطاقه المتجدده. مصر بروميسنج جدا في السوق ده. يمكن كمان احنا من اوائل الدول الافريقيه اللي بدات تطرح سندات الكربون اللي هو لو ده نوع من انواع برضو التمويل المناخي اللي اليو ان اعتمدته من بعد المؤتمرات اللي فاتت وهو ان الدول تقدر يعني تنقل انبعاثاتها بشكل او باخر بشكل يساعد الدول التانية النامية ان هي تميتيجيت كلايمت تشينج او تعمل بنية تحتية اكثر نظافة بدل يعني نخلي التلوث في حتة واحدة واي حاجة تبني جديد تبني بشكل انظف وصديق اكثر للبيئة. بس يعني هو ده. طب باشمهندس احمد انت طبعا من البرنامج الرئاسي والحقيقه شباب البرنامج الرئاسي كان ليهم دور كبير جدا في تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل المشرف اللي شرف مصر قدام العالم كله. الحمد كان لله. دورك ايه؟ انا كنت مسؤول في فريق الفعاليات الرئيسيه. يعني احنا كنا بنتابع الاعمال عامه اللي بتحصل في الجرين زون بننسق الايفنتس بنتاكد ان الاجنده بتتنفذ بالشكل المناسب. طبعا عندنا البانل بتاعتنا الخاصه بينا اللي هي الورلد يوث فورم احنا اللي كنا واخدين مرحله الاعداد بتاعها اللي بيتقال بنظبط مع الناس اللي احنا عايزين نجيبهم عايزين نمثل شباب العالم بشكل فعلا يكون على ارض مصريه بس هو تمثيل عالمي ويوضح صوت الشباب الحقيقي. يعني حاجه تانية طبعا احنا كان لينا دور كبير جدا في تسكين الناس الاوفرول اكسبيرينس عامه بتاعه الناس هنا في شرم الشيخ يعني برضو
ناس كتير يمكن جات من حتت ديس ادفانتجد او ما عندهمش حظ كافي ان هم يعني يحضروا مؤتمرات كتير او كده، وناس كتير كانت اول تجربه ليهم، فاحنا كان دورنا ان احنا بس نسهل على الناس دي التجربه ونقول لهم نساعدهم بقى في الانتقالات في الحجوزات في الطيران وما الى ذلك. يعني احنا عندنا متطوعين من اول او ناس من البرنامج يعني من اول المطار لحد ما نوصلهم المطار تاني وهم ماشيين يعني من مصر ان شاء الله وهم سعداء يعني ان شاء الله. ايه اكتر السيشنز اللي لفتت نظرك او كنت حريص ان انت تحضرها في القمة؟ هو طبعا يعني السيشنز اللي كانت مثلا ليها علاقة بالطاقة المتجددة، ليها علاقة بالمجال، الناس السيشنز برضو اللي كان ليها علاقة بالتمويل والمجتمع المدني، بما ان احنا برضو احنا بنحب نسمع يعني كل حاجة وبنحب نشوف فعلا الناس محتاجة ايه، لان دورنا كرواد اعمال ان احنا نسمع للناس وبعد كده نطور سيستم معين ايا كان التخصص. يعني مفيش سيشن عالق في دماغك خالص؟ لا والله، هو فعلا احنا كان عندنا كم من السيشنز والثراء ان يبقى صعب ان حد يختار حاجة فوق حاجة يعني، بس هو القطاعات اللي تم التطرق ليها في المؤتمر هي القطاعات اللي شغلة رأي العام العالمي واللي تمس صحة البشر واللي تمس صحة الكوكب برضو يعني بمختلف الاشكال. كل حد اتكلم من وجهة نظره، بس في الاخر هو احنا كلامنا عن حاجة واحدة بس، ان احنا ازاي هننقذ البشرية ونسلم الكوكب ده للاجيال اللي بعدنا بشكل احنا نبقى فخورين. مفهوش انانية على الاقل. بالظبط، مفهوش انانية يعني احنا اظن المصريين يمكن اكتر ناس فخورين باجدادهم في الدنيا يعني. فاحنا عايزين ان شاء الله الناس اللي تيجي بعدنا ب5000 سنه بينا يقولوا والله هم دول الناس اللي قرروا فعلا يسيبوا لنا ارث كويس جدا زي ما احنا بنذهب باجدادنا يعني. طب باشمهندس احمد، في ناس كتير قوي بتقول خلاص هو الاهتمام بموضوعات القمه المناخيه والطاقه المتجدده بيخلص مع انتهاء المؤتمر، فده خليني اسالك ماذا بعد كوب 27؟ ماذا بعد كوب 27؟ طبعا احنا بما ان احنا بنتكلم دلوقتي عن شكل دولي كبير، فالدول ذات نفسها بيكون عندها اهداف زي مثلا استراتيجيه مصر 2030. احنا عندنا استراتيجيات واضحه وصريحه بالذات في المجال مثلا بتاع الطاقه المتجدده ده، زي ما قلت لحضرتك احنا عايزين نوصل ل 42%. فاحنا عندنا دلوقتي حوالي 7 سنين بدايه من 23، عندنا 7 سنين نزود فيهم 20% من اجمالي الطاقه المولده على الشبكه تكون طاقه نظيفه. فهو ده هو ده كول تو اكشن بقى، هو ده النداء اللي احنا المفروض نستجيب ليه، تتحرك ليه سريعا. بالظبط بالظبط، لان احنا عندنا استراتيجيه قوميه، عندنا هدف لازم نحققه. والفكره كمان ان احنا عندنا في مصر ربنا مدينا هبه كبيره جدا، ان اصلا الطاقه النظيفه اسعار تكلفتها ارخص من الطاقه العاديه. يعني تقريبا احنا بنتكلم ان سعر الرينيوبلز السولر مثلا بتبقى من 2 ل 3 سنت للكيلووات ساعه، وطاقه الرياح بتوصل حوالي من 4 ل 5، وبس طاقه المازوت او الغاز الطبيعي او اللي بتيجي من المحطات الحراريه تقريبا بتوصل ل 7 سنت. فهي الفكره كلها دلوقتي ان احنا بنفكر ازاي. احنا عندنا دلوقتي رؤية، بس احنا دلوقتي محتاجين نتكاتف عشان نحقق الرؤية دي. الجول مش سهل برضو ان انت توصل 42%، بس احنا دلوقتي بنحط كل حاجة in place عشان يبدأ الناس تقول والله انا استثماري في المجال ده هيكون امن بشكل ما، او على الاقل هلاقي الدعم الحكومي او الدعم في السياسات العامة اللي تتنفذ بشكل يقدر يساعد. يعني احنا برضو كلنا بنتعلم، ويمكن كل الناس اللي اشتغلوا في مجال الطاقة يمكن مصر شهدت طفرة في عدد الشركات اللي تأسست بتشتغل في الطاقة المتجددة بعد محطة بنبان وكمية المقاولات اللي اتعملت هناك والأعمال عامة. بس يمكن احنا لسه بنطور المجال التشريعي عشان يكون مناسب وموائم للحجم ده من الشركات عشان يقدروا يشتغلوا مع القطاع الخاص دايركت بشكل مباشر، ويكون الحكومة برضو تتخرج شوية من القطاع بحيث ان القطاع الخاص بقى ياخدها ويجري يعني. فهي دي النقطه يعني. احنا بعد الكوب المفروض ناخد بقى كل التوصيات دي ونبدا نشوف ايه اللي احنا عملناه كويس في الماضي ونبدا نطور عليه، ونشوف ايه الغلطات برضو اللي وقعنا فيها ونبدا نتجنبها ونطور عليها برضو. طيب باشمهندس احمد، بما انك المتخصص في الطاقه المتجدده او رائد اعمال مهتم بالطاقه المتجدده، احنا بنعمل كل ده عندنا امل وطموح ان احنا نوصل للنت زيرو. تعتقد بسهوله ممكن نوصل نت زيرو، او في امل ان احنا نوصل نت زيرو؟ وهو نت زيرو ده كمان السلوجن بتاع كوب 28 اللي هيقام في الامارات السنه الجايه ان شاء الله، فرايك ايه؟ انا شايف ان طبعا مفيش حاجه مستحيله يعني، لان احنا اوريدي عندنا الساينس اللي يقدر يدعم الموضوع. يعني احنا عندنا الاليات، احنا عارفين ازاي ننفذ، بس لسه
يعني لسه الآلية ذات نفسها بقى مش واضحة، بمعنى ان احنا دلوقتي عارفين مثلا ان انتاج الالواح بشكل معين، استخدام الطاقه بتاعه الرياح بشكل معين، استخدام الجيوثيرمال او الهايدرو باور او ايا كان النوع من الطاقه النظيفه بيبقى ليه انبعاثات معينه، فاحنا كل حاجه محسوبه. هي الفكره كلها دلوقتي بقى ان احنا نقول والله خلاص ده الهدف بتاعنا وكلنا نبدا نتكاتف. وفعلا يعني كل دوله دلوقتي عامله خطتها، يعني الهند عايزه تتخلص النت زيرو كاربون 2060، هي من اكثر الدول عامله انبعاثات بالظبط، وامريكا والصين. هو طبعا يعني يمكن الناس في النهايه يعني ما بتحبش تلتزم قوي وبيعملوا بقى الحاجات بتاعه المفاوضات دي، بس انا شايف ان خلاص يعني ما اظنش ان هيبقى في اوضح من الارقام اللي احنا بنشوفها النهارده بتاعه النازحين او حجم الاضرار اللي بتحصل بسبب الاعاصير والفيضانات والتغير المناخي، كميه الفيضانات اللي بتحصل حوالين العالم، كميه الجفاف اللي بيحصل في حتت اخرى. فهي يعني انت شايف ان احنا ماشيين عندنا الاليه وعارفين نتحرك ازاي، بس الموضوع محتاج بعض التمويل والخطه الاستراتيجيه والتكاتف، كل الاشياء مع بعضها هتوصلنا ان شاء الله للنت زيرو. رياده الاعمال هي الآلية الحقيقية، لأن مهما كانت الناس المستفيدة من الموضوع قالوا والله احنا خلاص احنا حسينا بالذنب وعايزين نمول بقى الـ الناس ونشوف الأضرار اللي احنا سببنا فيها دي ندفع ثمنها، مفيش حاجة هتجبرهم قد ان هم يحسوا ان ده اللي هيكسبهم قدام. لأن ريادة الأعمال هدفها برضو في الأول وفي الآخر النظر لقدام بشكل ان انا ابقى فاهم السوق محتاج ايه. هم الناس دي عشان يحطوا فلوس لازم يحسوا ان هم محتاجين، والحسن الحظ يعني احنا عندنا اكتر من 200 مليار او 220 مليار دولار اتحطوا في شركات ليها علاقه بقى بالجرين هيدروجين، بالعربيات الكهربائيه او اي يعني وانشطه اخرى برضو او شركات اخرى من بتشتغل في المجال المناخي. وده بيقول ان راس المال المخاطر في العالم، الناس اللي هم يتصفوا باكثر سمات الراسماليه قرروا يخاطروا فعلا وشافوا ان ده هيكون المكسب بتاعهم. فده بيقول ده اللي احنا بنحاول نوصله، ان الحكومات يا جماعه لا، عايزين نوجه المجهود الاممي ده ناحيه رياده الاعمال جوه المجتمعات ذات نفسها عشان نسرع العمليه بتاعه الديفيوجن ونلحق فعلا الاضرار لو احنا عايزين نلحقها. انا بشكرك جدا باشمهندس احمد حافظ اوسو على هذا اللقاء. انا بشكر حضرتك جدا على الاستضافه وميرسي جدا لوقتك والله. شكرا مشاهدينا، ودي كانت حلقتنا كوب 27.